طيب بكل تأكيد النهضة اللي بيشهدها صعيد مصر واللي اتكلم عنها سيادة الرئيس خلال زيارته لسوهاج امبارح مش بس في الصناعة والمدن الجديدة، لكن كمان في نهضة زراعية كبيرة جدا قدرت انها تزود المساحات المنزرعة والمحاصيل، ووقفت كمان زحف العمران على الأراضي الزراعية، واللي هيكلمنا عنها دكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين. صباح الخير عليك يا فندم. صباح النور، تحياتي لحضرتك. يا اهلا بيك يا فندم. في البدايه عايزين نتكلم مع حضرتك عن الوضع بشكل عام في صعيد مصر، كان عامل ازاي ودلوقتي بقى عامل ازاي؟ خليني اقول لحضرتك ان احنا كلنا ابناء الصعيد، وانا واحد من ابناء الصعيد من محافظه سوهاج. كل الشكر والتقدير لفخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مجهوداته لتنميه وتطوير وجوده الحياه لابناء الصعيد. كلنا نعرف، وانا واحد من الناس اللي قضيت تعليمي الابتدائي والاعدادي والثانوي في قريتي في سوهاج، وكانت معاناه كبيره جدا 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 في وسائل النقل، في التحركات، حتى في مستوى التعليم. وانت عشان تروح مدرسه ثانوي من قريتك عايز تمشي 5 كيلو او اكثر، مفيش شبكه طرق، مفيش سيارات تنقلك، كانت معاناه كبيره جدا. وهنا بتكلم على الجزء المتعلق بالتعليم، وقيس عليه باقي الخدمات الاخرى اللي احنا عشناها كجيلنا والجيل حتى اللي بعدينا يعني. وبالتالي كان الخمس سنوات الماضيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يعني حريص مع الحكومه على تطوير وتنميه الصعيد في كل القطاعات المختلفه، وكنا سعداء واحنا موجودين مع فخامته امس في سوهاج في افتتاح المشروعات وحياه كريمه في القرى. وخلينا حتى الارقام اللي ذكرها دوله رئيس الوزراء، لما تلاقي محافظة سوهاج عدد سكانها 6 مليون نسمة تقريبا، اللي استفادوا من حياة كريمة في المرحلة الأولى تقريبا حوالي 2.5 مليون من الإجمالي الستة، هيستكمل بإذن الله الباقي في المرحلة الثانية لحياة كريمة. 13% من إجمالي حياة كريمة على مستوى الجمهورية كان خاص بمحافظة سوهاج، لأن كانت محافظة سوهاج هي محافظة طاردة للسكان، من المحافظات الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية. عايز اقول لحضرتك وانا واحد من ابناء هذه القرى، في رضا كبير شعبي على ما بذله السيد الرئيس والحكومه خلال السنوات الماضيه، وهيستكمل. ويمكن شفنا حتى تحديدا في سوهاج المحور بتاع قمه، لان الناس حتى اللي بتتكلم على الطرق من غير ما يبقى عندك ربط يعني على نهر النيل الشرق والغرب، وبالتالي لما تعمل محور طريق، المحور ده بيوصلك للارض القابله للاستصلاح، بينقل الكتله السكانيه من التعدي عليها في الوادي والدلتا في الساحات القزميه ان نتوسع في الصحراء. عايز اقول لحضرتك الجامعه اللي احتضرت امبارح الاحتفاليه هي موجوده اصلا في المنطقه الصحراويه في الجبل الغربي، وبالتالي حتى مطار سوهاج نفسه لما تم انشاؤه في 2005 اتعمل في المنطقه الجبليه المنطقه الصحراويه. لما بيتعمل طريق عشان توصل للمطار او توصل للجامعه ويبقى فيه كتلة سكانية بتنقل كل الكثافة السكانية من التعدي على الأراضي الزراعية، وبالتالي بتعمل مجتمعات جديدة في المناطق فيها خدمات، فيها جامعة، فيها مستشفيات إلى آخره. كان توجيه السيد الرئيس امبارح واحنا كلنا يعني سعداء، قال لك الله، طب المنطقة الجبلية دي من ده ما عملنا شبكة الطرق، ما نعمل توسع عمراني فيها. وده خلينا أقول لحضرتك إن كان في 2005 2006 كان في مشروع لإنشاء قرى صغيرة لم يكتب له النجاح، كان الهدف منه برضه ان انت تنقل الكتله السكانيه من المناطق الزراعيه عشان ما يحصلش تعدي للمناطق، ولكن كان في تحديات، قد يكون ما كانش في تمويل مالي. لا، النهارده تقريبا كل الكتله السكانيه بتتجه غربا ناحيه المنطقه الجبليه، وده بيكلف الدوله ميزانيات ضخمه جدا، وبالتالي اصبح ضروره حتميه، وده اللي بيعمله السيد الرئيس وبتعمله الدوله. لما نتكلم على قطاع الزراعه، وحضرتك سامع زميلنا كان بيتحدث معاه حضرتك من أسوان، الزراعة قطاع مهم جدا، قطاع خاص بالأمن الغذائي اللي هو في النهاية أمن قومي، وبالتالي الدولة ويمكن محصول القصب اللي كان بيتكلم عليه الزميل المحترم، احنا كل مساحات القصب اللي مزروعة عندنا في مصر تقريبا حوالي 320 ألف فدان في 6 محافظات بتوع الصعيد، ولكن خلينا ناخد بالنا ان احنا عندنا 650 ألف فدان مزروعة بنجر في شمال الدلتا، وبالتالي اللي بيشكل الجزء الاكبر من انتاج قصب السكر من انتاج السكر هو بندر السكر. وعشان كده لما كان توجه رفع الاسعار بتاع توريد قصب السكر تبعها ايضا رفع التوريد بتاع بندر السكر والطن ب 1000 جنيه، قصب السكر 1100 والبندر برضه 1000 جنيه عشان يبقى في عائد اقتصادي لاهالينا الفلاحين سواء في شمال الدلتا اللي زارعين بندر او حتى اللي زارعين قصب سكر. ولكن التحدي الرئيسي زي ما حضرتك كنت بتسال التغيرات المناخيه،
النهارده قصب السكر بيستهلك كميه ميه كبيره، ولذلك مركز البحوث الزراعيه انشا تجربه هائله اللي هي زراعه القصب بالشكل عشان يوفر التكاليف، وزراعته ايضا بالتنقيط عشان يوفر الميه. وبالتالي هذه المشروعات والكل الارشاديه اللي بتقام عليها عشان نوفر في كميه الميه، لابد ان احنا نتحول لزراعه القصب بالتنقيط بدل ما احنا بنزرعه بالغمر، بيستهلك كميه ميه كبيره. في نفس الوقت بدل ما انا بزرعه بالعقله لا ازرعه بالشتلات، ودي تجربه عملها مركز البحوث واقام مشاتل اللي هي اعتقد في الاقصر ايضا وفي اسوان. وبالتالي ده كل ده بتعمله الدوله عشان تتكيف مع التغيرات المناخيه في قطاع الزراعه. وهنا بدي حضرتك طيب مثلا فقط على قصب السكر. دكتور سيد بعد التحيه، يعني شفنا امبارح كمان حديث عن الاعلاف، كان حديث مهم جدا، ازاي ممكن المشاريع دي تساهم في تحقيق الامن الغذائي؟ طبعا انا بشكر حضرتك على الطرح ده، لان طبعا احنا عندنا الانتاج الحيواني والانتاج الساجني بيستهلك كميه علف كبيره جدا من الذره، وبالتالي احنا انتاجنا من الذره في مصر تقريبا السنه دي كان عندنا حوالي 6 مليون طن من الذره، ولكن بنستورد كميه تقريبا زيهم او اكثر شويه، وبالتالي دي بتحمل الموازنه العامه للدوله مبالغ كبيره جدا. و الحاجة المهمة جدا ان احنا لابد نحدد اسعار حقيقية واقعية للمحاصيل من خلال دراسة حقيقية، ويكون السعر اللي انا بحدده او سعر الضمان زي ما بيسموه وزارة الزراعة وزارة التموين يكون سعر مرن، لان انا لما احط النهاردة السعر ويحصل تغيرات عالمية في زيادة مدخلات الانتاج لابد ان انا السعر ده يكون بتاعي مرن، بحيث ان انا احركه عشان اعوض المزارع، لان في النهاية المزارع ده هو واسرته لو ما خدش عائد مجزي كويس هيعيش ازاي؟ وبالتالي انت محتاج كحكومه دايما تحط اسعار مرنه للمحاصيل الزراعيه عشان تشجع الفلاح ان هو يزرع ويحصل على اعلى انتاجيه ويخدم ارضه كويس، في نفس الوقت يكون السعر بالنسبه له مرضي عشان يعيش حياه كريمه هو واسرته. عظيم. دكتور سيد، واحنا بنتكلم عن المشروعات اللي حصلت والنهضه التنمويه اللي حصلت في صعيد مصر، احنا دلوقتي هنتحدث بالتفصيل عن النهضه الزراعيه بمحضر نقيب الزراعيين. هنا عايز اتكلم عن حجم المشروعات وحجم الانفاق على المشروعات الزراعيه ودعم القطاع الزراعي تحديدا في صعيد مصر، وانعكاسات ده كمان على من قطاع الزراعه انعكاساته على الناتج المحلي. صحيح. شوف يا استاذ محمد، في ال 2000 او بدايه ال 2000 عملوا طريق الصعيد الغربي اللي هو بيبدا من الجيزه او من 6 اكتوبر لغايه اسوان. الطريق ده بينه وبين القرى بتاعت الصعيد تقريبا بتتراوح من 20 ل 25 كيلو. لما اتعمل هذا الطريق اصبح المساحات اللي ما بين القرى على نهر النيل والطريق الصحراوي الغربي كلها اتزرعت. شوف انت لما بمجرد ما بتعمل طريق بتحصل التنميه فيها ايه؟ بتبدا الناس تتحرك، تشوف الميه، تشوف الارض الصالحه، اصبح دلوقتي طريق الصعيد الغربي هو طريق زراعي، الزراعه عدت غرب الطريق كمان. وقيس عليها، وده هنا رد على ناس كثيره جدا، وانا بقول لحضرتك واحد بمشي على الطرق ومن ابناء الصعيد. النهاردة كل المساحات دي اتزرعت، وبالتالي انت عشان توصل للمساحات القابلة للاستزراع والاستصلاح واللي فيها موارد مية لابد يكون عندك في الاول طريق، من غير الطريق مش هتقدر تعمل ده. لما تتكلم النهاردة لما اتعمل الطريق ده وصلنا لمنطقة غرب المنيا اللي فيها مزروع دلوقتي مساحات كبيرة تبع شركة الريف المصري وفيها توسعات جديدة، ايضا هذا الطريق وصلنا لقرية المراشدة في هنا وغيرها من الطرق، حتى جنب مطار سوهاج في قريه الكوامل النهارده في الاف يعني مئات يعني الالاف من الابدنه مزروعه في المناطق الصحراويه دي نتيجه هذه الشبكه من الطرق اللي هي وصلت الناس للارض القابله للاصلاح والاستزراع. النهارده مشروعات التنميه الزراعيه في الصعيد سواء كانت في توشكا او في منطقه العوينات او في غرب المنيا دي كلها بتتيح فرص عمل لاهالي الصعيد. صحيح، وحضرتك اشرت لنقطه غايه في الاهميه بالمناسبه، وهي فكره ان الطرق بتساعد الناس ان هي تبني حياه جديده في الاماكن اللي الطرق بتعدي منها. نفتكر من فتره كده مثلا لو هنرجع ورا 20 سنه ولا حاجه، كان في مدن جديده بتتعمل، لكن عشان ما كانش في طرق بتخدم هذه المدن الجديده مدن سكنيه، فكانت بتبقى طارده للسكان اكتر منها من المفروض ان يكون جاذبه للسكان. يا استاذ محمد عايز اقول لحضرتك محور طيمه ده كوبري طيمه ده بدا العمل فيه في 2006 وانا قريتي جنب هذا الكوبري. الكوبري ده قعد 10 سنين متوقف ما فيش تمويل لغايه لما جاء السيد الرئيس في 2017 وادى تكليفات وتم تنفيذ هذا المحور. ف
فانت بتتكلم النهارده على تحديات، وكل الشكر والتقدير للسيد الرئيس. وانا طيب كمواطن هنا كمواطن ده فرق عندك في ايه؟ يعني حضرتك من ابناء القريه. لا فرق معايا كتير جدا، انا كنت عشان اروح قريتي بالعربيه اخد 7-8 ساعات، انا كنت عشان اركب القطر من القاهره او محطه الجيزه لغايه سوهاج اخد 10 ساعات، النهارده بالسياره 3 ساعات او في بلدنا على الطريق الصحراوي الغربي او طريق الجيش الشرقي. كل ده نقل وحسن وخلى فيه رضا شعبي. انت كنت بتعاني معاناه كبيره جدا عشان توصل حتى لقريتك او اهلك عشان تزورهم. طيب خلينا نتكلم عن يمكن موضوع تاني كمان مهم، وهو الزحف العمراني. ازاي نجح وقف الزحف العمراني على الاراضي الزراعيه في حمايه الناتج الزراعي، بالتالي اكيد زياده الرقعه الزراعيه؟ اولا التشريعات اللي خدها البرلمان، القرارات الاداريه اللي الدوله خدتها وبدات تنفذها بصرامه، في نفس الوقت الاجراءات اللي خدتها الدوله سواء بالطرق وانشاء مجتمعات جديده في المناطق الصحراويه او حتى القانون التصالح على المخلفات المباني، وانه بيسمح في الريف ان هو يبني دور واثنين وثلاثه، اللي هو يعني التوسع الافقي الراسي بدل الافقي. كل ده حد كثير جدا جدا من التعديات على الاراضي الزراعيه. وبرضه استاذه بس انت عايز اقول لحضرتك، جامعه سوهاج دي يعني مدينه سوهاج الجديده اللي كنا موجودين فيها قبل، صدر القرار بتاع انشائها 2006، ودوله رئيس الوزراء قال لغايه 2014 كان ساكنها العشرات، النهارده فيها الالاف من الوحدات السكنيه وفيها مقر الجامعه وفيها عدد كبير من السكان. فانت النهارده لما تعمل بنيه اساسيه وتقدم خدمات الناس كلها بتكون راضيه وبالتالي بتنتقل للمكان، انما ما فيش خدمات هيبقى في صعوبه حد ينتقل لهذا المكان. اكيد. كل الشكر ليك دكتور سيد خليفه نقيب الزراعيين، شكرا يا فندم على طبعا مداخلتك القيمه معنا.